مسعود البلخير يقول إنهم ماضون في المشاركة في الحوار السياسي المرتقب، وأكد أنه سيجري اتصالات بهذا الخصوص. قيادات الأركان في عدد من دول الساحل وأوروبا يبحثون في نواكشوط سبل التصدي لظاهرة الإرهاب. المناقبون عن الذهب تقودهم رحلة البحث عن المعدن النفيس إلى هضبة تويميق ديست بولاية البراكنة. مشاهدينا الكرام، مساءكم سعيد وأهلا وسهلا بكم إلى تفاصيل فترتنا المسائية، أخبار الساحل التي نقدمها لكم من العاصمة الموريتانية نواكشوط. قال رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود البلخير إن حزبه ماض في المشاركة في الحوار المرتقب، مؤكدا أنه سيجري اتصالات بكافة مكونات الطيف السياسي بغية الجلوس إلى طاولة الحوار الذي اعتبر المشاركة فيه خيار الحريصين على مستقبل موريتانيا. حديثه البلخير جاء خلال مهرجان جماهيري نظمه حزبه بساحة ابن عباس بالعاصمة نواكشوط. حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض في أولى تلبية لدعوة لبيك يا وطن بساحة ابن عباس العاصمة نواكشوط، مهرجان جماهيري بعد أزيد من 3 أعوام لهذا الحزب عن ساحة السياسة والحشد هذه. خرجة يسعى التحالف من خلالها يبرز للرأي العام وللمهتمين بالسياسة مواقف الحزب من مختلف الملفات المثيرة للجدل حسب رؤية الحزب. الجديد في خطاب مسعود بعد القطيعة عن منابر الحديث وأضواء الإعلام قوله إنه لا يمكن لأحد أن يزايد عليه ويشكك في إخلاصه في قضية شريحة الحراطين، مضيفا في الوقت ذاته أنه تبوأ كل المناصب بتدرج وأنه لم يبقى له سوى الرئاسة، وسيتحقق الأمر ربما في تناس تام لأن العام 2019 يحول دون ذلك إن لم يحدث تعديل على تلك المادة التي كان شريكا فيها. وبخصوص خطاب الرئيس الأخير في 3 مايو الماضي أنه تحدث مع الرئيس قائلا إن كلامه فهم على غير القصد، وأكد مسعود للرئيس كما يقول أنه كان بالإمكان أن يقال للحراطين شيء أفضل مما قيل في النعمة. مسعود قطع الشك باليقين حول مشاركة التحالف في الحوار المزمع إجراؤه خلال الأيام القليلة القادمة، رغم ما مرت به علاقته بالسلطة من صعوبات في كثير من الأحيان على حد قوله، كان هذا الوقت بالذات حسب البعض من أفضل تلك الحالات بكونه عرابا للحوار المرتقب. وللمزيد مشاهدينا الكرام ينضم لنا هنا في الاستديو السيد سقيرول العتيق وهو عضو اللجنة المركزية المشرفة على المهرجان اليوم. أهلا بكم السيد سقير ونشكركم على تلبية الدعوة. بداية السيد سقير، ما الجديد بالنسبة لكم في التحالف بعد 3 سنوات من مقاطعة المهرجانات الجماهيرية ومن ساحة ابن عباس؟ في الحقيقة ليس لدينا جديد في جديد أن يذكر يعني في قضية مقاطعة الانتخابات. كنا دائما موجودين سواء عن طريق بيانات أو عن طريق تصريحات أو عن طريق مبادرات من الرئيس هنا وهناك، لكن اليوم عدنا للساحة كي نؤكد لكل الموريتانيين ولكل الرأي العام الوطني والدولي أننا قادرون على الحشد مهما وكيفما شئنا، أي وقت وفي زمن يسوى كانت الظروف شنهية قادرين على أن نحشد. وأعتقد أن المهرجان كان جواب على الكثير من التساؤلات اللي تنقال عن التحالف واللي تثار حوله، بل أنه مات لخالق وكذا وكذا وكذا. إذا يعني اللي مكذب يخرص المهرجان ويشوف الحشود الصادقة، الحشود الشاب النساء والشيوخ وكل مولي أطياف المجتمع الموريتاني ومكوناته وأجناسه كانت موجودة وكانت ثابتة وكانت متأنية حتى وفاة الكلمة الأخيرة من خطاب الرئيس اللي كان خطاب جامع، كان خطاب أمة، كان خطاب دولة. أستاذ خير اسمح لي، بعد طبعا الرسالة التي قلتم إنكم هي رسالة التحالف اليوم هي القدرة على الحشد في أي زمان وفي أي وقت شاء، هذه رسالة تعتبرون وجهتموها اليوم من خلالها المهرجان كما تطرقتم إلى ذلك، ما هي أيضا الرسالة التي أوصلها الرئيس مسعود البلخير اليوم للمناضلين وللأطراف السياسية بشكل عام؟ إذا كانت الرسائل واضحة، كل طرف اليوم في الساحة السياسية في المجتمع المدني والله في الحكومة والله في الأغلبية والله في المعارضة
اجبر الرسائل وكانت صريحة وكانت واضحة ولا تحتاج إلى شرح. ياك ما نوخ ما 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 نوطاف الشرح اللي خلقك النهارات لخطاب رئيس الجمهورية. حتى رئيس الجمهورية اجبر منها نصيبه، وإذا الأمور كانت واضحة وكانت تم اللي تشكل مرحلة حاسمة وكان ينتظرها الموريتانيون، وكنا نحن في التحالف الشعبي التقدمي كذلك ننتظرها، لأن مرحلة شكلت منعرج جديد ومنعرج تاريخي في حياة الدولة، واتخذوا فيها قرارات جيدة وقرارات مهمة، من بينها الحوار، من بينها قضية كون التحالف الشعبي التقدمي هو الرأس وهو الأصل وهو البذرة الأولى الذي ينقال له الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة خاصة، قضية العبيد وقضية الحراطين وتأكيد لوجودها ومطالبة بالسعي من أجل أنها تنتهي هذه القضية. وأكد كذلك الخطاب على الوحدة الوطنية وعلى التمسك بموريتانيا وعلى التمسك بالثوابت الديمقراطية وعلى التعلق وتشبث الشعب وتشبث التحالف الشعبي التقدمي بالديمقراطية. أستاذ خير ما الذي يضمن يعني نجاح إحياء مبادراتكم في التوصل إلى حوار شامل بين جميع الفرقاء السياسيين؟ أعتقد أن المبادرة ناجحة بها، اللي هو من, 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 من علامات فشل المسألة أن يعود ما تعود من مسألتين، واحدة يعود الوسيط، والله المبادر أولا ما هو ثقة، والرئيس مسعود لكل موريتانيين يعرف بأنه ثقة عن جميع الأطراف، ما في حد يقدر اليوم يطعن في ثقته وفي صدقه وفي أمانته وبتعلقه بالوحدة الوطنية وبتعلقه للوطن، وكذلك نكرانه لذاته ومحاولة بأنه يدفع بالآخرين ويعطيهم القيمة ويعطيهم ذي الأمور ذنبته، إذا حد ما هو متقالع معك شيء تقدر لا تسمع كلامه. النقطة الثانية تؤود الموضوع اللي تعالج، تؤود الموضوع عند هذه النقطة. النقطة الثانية نكمل لك المسائل الثنتين اللي تنجح. فقط للتنبيه على أنه الرئيس مسعود طبعا رجل ثقة كما قلتم، و قام بمجهودات سابقة من أجل جمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار ولم ينجح إلى 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 حد كبير كما يصفه البعض آنذاك. تبقى نقول لك سر لماذا ما تنجح مبادرة مسعود. نعم. لو كانت مبادرة مسعود جاي بها واحد ما هو يعني واحد من المجتمع البيضان بصفة خاصة، نقولها لك كل صراحة تعود لشحد بها، اللي أولا المعطيات اللي جابت معطيات الساحة ومعطيات الواقع، ولا تقدر تنعت اليوم حزب سياسي ذا اللي يطرح ما يدور حول مبادرة الرئيس وتقدر تنقرأ في وسائل الإعلام. إذن لماذا ما يلتف الموريتانيين حول المبادرة؟ قال له كانترك جايب عبد الله يود، والله جايب فرانسوا أولاند، والله جايب أي واحد، تقول ما لها دقائق الأولى تلقفتها الناس ويسوي فيها الأخطاء. هو يتكلم على حوار دكار في بعض العيوب، وكثير الحوارات وكثير الأمور فيها العيوب. غير الموريتاني ما منزلين البركة في اللي عندهم من الأطر ومن القادة السياسيين، وكذلك هم اللي فهم العواطف وفهم ياسر من الأمور وفهم تناتر الدرج. يقول يلا تناتر الدرج من أجل إيش؟ من أجل مصلحة البلد ومن أجل شيء يشمل البلد ومن أجل تقوية وحدته ومن أجل لحمته ومن أجل الأمور اللي تخدم التنمية والاستقرار. أستاذ خير كسؤال أخير، يعني بناء على ماذا يعني بنيتم أو على ماذا بناء على ماذا قبلتم المشاركة في الحوار المرتقب؟ بل إنكم ستسعون للاتصال للأطراف المعاقبة بقية التوصل للحوار. شفت حد عنده قناعة بموريتانيا وعنده قناعة بالجادة لهذا الواحد فيه وجادة للموريتاني الشعب وجادة عليهم، واللي كذلك أن الإنسان يتغير من الأحسن الشر الأسوأ والعكس من الأسوأ الشر الأحسن، ما يمل يتمنى لا يكرر التجربة. وهذا يقدو عندي أني قريته في ساعة في سنة رابعة ابتدائية قضية النملة والألفية بن مالك محاولات هذه. وبالتالي احنا واسين بلن الحوار هو الوسيلة أولا اللي هي المتاحة للأحزاب السياسية، وهي الوسيلة الوحيدة اللي تمكننا من أن نقدر نثبت أسس ديمقراطية تضمن التناوب السلمي للسلطة وتضمن احترام الدستور وتضمن احترام المواطن الموريتاني وتضمن احترام القانون. هذه ما لقيت حققها بالمدفع، ولا لقيت حققها بالانتفاضات، ولا لقيت حققها ما هو بالحوار بي اللي تسمع مني فكرة وتقلع أنت فكرة ونحلف أنا فكرة ونحن ما فينا حد عنده شيء داير في البنتو هذا للموريتاني ويلا تسعى فيها لا مصلحة موريتاني. وبالتالي
وبالتالي نحن ماضون في الحوار ومهم عندنا الحوار ومهم عندنا مشاركة الأطراف كاملها غير مولي إلى ما تشارك. نحن حزب سياسي وقرارنا بيدينا ونختار ذاك اللي نختاره واخترنا الحوار وماشيين فيه وراجعين عن الأطراف كاملة تمشي فيه وراجع عن مولي المبادرة اللي أطلق الرئيس مسعود بلنه لا هي يبدأ فيك الاتصالات أن تؤود جبرة كاملة آذان صاغية بعد تصريحات رئيس الجمهورية أنه ما ينوي المأمورية الثالثة وعندي عنكم شفتوه. بعد كذلك تمسكنا نحن بعدم المساس بالدستور والمأموريات مأمورية ثالثة ما هي خالقة، هذا عندي عنها أمور واضحة وأعتقد أم اللي عنها ملبية ياسر من المطالب اللي كانت طارحة المنتدى. إذن الأستاذ الصغير وللعتيق عضو اللجنة المركزية المشرفة على المهرجان كنتم ضيفنا في هذه النشرة مرة أخرى، شكرا جزيلا لكم. بدأت في نواكشوط أعمال ملتقى إقليمي للقوات الدرك في منطقة تي الساحل وجنوب الساحل ومن ورائهم الأوروبيين، ونظموا من طرف قيادة أركان الدرك الوطني بالتعاون مع الدرك الفرنسي والحرس المدني الإسباني حول تحديات مكافحة الإرهاب في المنطقة. ويهدف هذا الملتقى الأول من نوعه إلى تنسيق جهود الدول المعنية خاصة على مستوى قوات الدرك سبيلا إلى وضع حد لظاهرة الإرهاب. يستعد هؤلاء لمواجهة التحديات الإرهابية التي تواجه منطقة الساحل وجنوب الساحل، ويناقش هؤلاء القضايا المطروحة في الملتقى الإقليمي لقوات الدرك في الساحل والجنوب من الساحل. ويستعد المشاركون من موريتانيا والدول المشاركة أبرز المحطات التاريخية لمسار الإرهاب في المنطقة بصفتها أبرز التحديات التي تواجه السلم والاستقرار في المناطق المعنية. المؤتمر هو مؤتمر يضم دول الساحل وجنوب الساحل وكذلك الحلفاء الاستراتيجيين في مجال الإرهاب، ولأول مرة يعقدهم في نواكشوط، وكان بتنسيق ما بين الدرك الموريتاني والدرك الفرنسي والحرس المدني الإسباني. الهدف من هذا المؤتمر هو وجود حلول أو استراتيجيات يمكن أن تحد من هذه الظاهرة اللي أصبحت تضرب العالم بأسره. يبرر المشاركون وجود الإرهاب وأبعاده التاريخية في المنطقة إلى انتهازية الحركات الإرهابية في المنطقة وتوظيفها للأحداث الزمكانية التي تطرأ في المنطقة بصفتها إحدى الأساليب التي كثيرا ما تؤدي إلى تفاقم التحديات الإرهابية. الإرهابية التي تضرب في كل مكان وتستهدف كل مفاصل الدول وتعتبر العالم كله عدوا لها وهي عدوة له، بالتالي القيادات العليا ارتأت تنظيم هذا الملتقى على المستوى العالي لمواجهة ومكافحة هذه التنظيمات بجميع أشكالها. تسعى قوات الدرك الموريتاني بالتعاون مع شركائها الدوليين إلى الوصول لتشخيص واقعي للتحديات الإرهابية التي تواجه منطقة الساحل وجنوب الساحل، كما تهدف إلى الوصول إلى حلول وتصورات تستأصل الظاهرة وتقضي عليها بالكامل وفق أهداف الملتقى. خرجت كلية العلوم والتكنولوجيا من جامعة نواكشوط دفعة طلبة ماستر في تسهيل العمليات الاستخراجية بالتعاون مع جامعة كاستون بيرج السنغالية. الدفعة هي أول دفعة من هذا التخصص يحمل خريجها شهادة ماستر دولية في تخصص الآثار الاستخراجية التي يسببها التنقيب الصناعي عن المعدن. 11 طالبا هو العدد الإجمالي لأول دفعة ماستر من كلية العلوم والتكنولوجيا جامعة نواكشوط متخصصة في آثار العملية الاستخراجية تسيير مرحلة ما بعد استخراج المعادن. الآن أنتم شهادتين، أنتم شهادة من موريتاني من جامعة العلوم والتقنيات والطب، وعندهم شهادة من جامعة غاستون بيرجي في سين لوي. هذا الطلاب متخصصين في شيء ينقال له تسيير آثار العمليات الاستخراجية. لوك شنو هما؟ كيف العمليات الاستخراجية؟ كيف نقول لهم احنا الأنشطة المعدنية والبترولية. ذيك ذلك استغلال هاي المنشأة هاي الموارد عندها سلبيات وعندها إيجابيات. الطلبة الخريجون يتطلعون إلى أن يكون تخصصهم مصبا في خدمة السوق المنجمية الموريتانية، ذلك أن الآثار التي تخلفها الشركات الاستخراجية والمنجمية ظل لسنوات مهملا ويحتاج لفرق تسيره بغية المحافظة على البيئة. دولتنا تستخرج من السبعينات ثروة المعدنية، ونزاد عليها من عند 2006 ثروة النفطية، وذلك إن شاء الله متمنين عنا نعود دولة مصدرة للثروة الغازية. ولذلك
بطبيعي يطلب خبرات فنية ياك يستخرج وذا من باطن الأرض، يا غير مملي يطلب خبرات في التسيير، طبعا التسيير البيئي من ناحية، لأن هاي الثروة نين تستخرج من باطن الأرض، نين ما تسير تسيير معقلا وصالح لا يتسبب تأثير سلبي على البيئة، وذاك لا يسبب آثار صحية على المواطنين. قطعا على أن هذا الماستر لا يكون بإذن الله تعالى قدر من الشباب مختصين في الميدان، ويعودوا بإذن الله تعالى نواة للحد من ذوك الظواهر المشينة اللي كان بعضها يخلق في بعض الدول. تنشط في موريتانيا مئات الشركات المنجمية التي تستخرج المعادن على أنواعها، بالإضافة إلى شركات استغلال البترول والغاز والذهب، ما يعيد التفكير في الحاجة الماسة لكادر بشري مؤهل يسهر ويسير مخلفات تلك الشركات على البيئة والمواطن. محمد الدد، الساحل تي في نواكشوط. انطلقت في نواكشوط أعمال الورشة السنوية المتعلقة بنظام حماية الطفولة المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. اللقاء يهدف إلى تحسين أداء النظام الوطني الخاص بحماية الأطفال. الورشة الوطنية حول نظام حماية الطفل سنة سنوية دابت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على تنظيمها، وتأتي اليوم بالشراكة مع منظمة اليونيسف وشركاء وطنيين كمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، كما أنها كانت مناسبة لاستعراض الجهود الحكومية المبذولة في مجال حقوق الإنسان. تقول إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة إنه تم التكفل بحوالي 33 ألف طفل في العامين الماضيين، كما تم إحصاء أكثر من 36 ألف طفل في مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي في نفس الفترة، بالإضافة لتكوين العديد من الفاعلين في مجال الطفولة. وفي هذا الإطار تندرج هذه الورشة. مشاكل كثيرة تواجه هذه الفئة العمرية في موريتانيا، تبقى أكثرها خطورة عمالة الأطفال، حيث تقول الأرقام الرسمية إن 182 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 16 و15 يوجدون الآن خارج الفصول المدرسية، وهو ما يمثل 27% من الفئة العمرية المستهدفة بالتعليم في موريتانيا. عبد الله للنهاية، الساحل تي في، نواكشوط. وإلى ولاية البراكنة، حيث باتت هضبة تويم غدست الواقع على بعد 35 كيلومترا جنوب مقاطعة مقطع العشار، باتت وجهة لعشرات المراقبين عن المعدن النفيس، الذين أكدوا للساحل وجود كميات من الذهب بجوار الهضبة، مطالبين السلطات بتسهيل عمليات التنقيب السطحي للمواطنين. مطاردة السيارات من طرف دوريات الدرك هو المشهد الذي يطبع منطقة تويم غدست التي تتواتر الأنباء عن وجود الذهب في إحدى هضابها. بعض المتواجدين في عين المكان اقتنعوا برواية فرقة الدرك التي تطوق الهضبة من جميع الاتجاهات. قضية مقطع الحجار هذه اللي كذبة، ما أنزل الله بها من سلطة. هم جايين وعند القرب اللي عنده جندرموري، قالوا لهم مقربين وعند الخلق خايفين يخليه العطش والجوع، لا يجبره عن حد. أهلي الله أنها لا كذبة، داروا غير مخارطة المطاع لجيزة دورهم والناس تخلى، لا يضط حد يدير وجهه له، يكون حد مجنون عدي يدخل. قطعة صغيرة من الذهب أظهرها أحد المناقبين الذين وصلوا قبل قدوم فرقة الدرك كدليل على حقيقة وجود المعدن النفيس في المكان المقصود. أنا جيت هون أول من أمسين، فهمتني، وجيت هون ودخلت هون، دخلت هون نقبت هون على الكديرة هي، فهمتوا، وجاونا هم هون وصاعونا من هون، وجينا ليك قليب التلي دارك، ليك قليب التلي وشبرنا عليه الهدف ذا هو، فهمتني، نفس القليب دارك سلسلة منتل اجبرنا عليه هذا الهدف ذا هو، وهون فيه الذهب، فهمتني، واحنا جميع التراخيص عندنا مديونين ومرخصين وكل شيء عندنا ومواطنين. صدقية الخبر من عدمه تبقى معلقة بين رواية الدرك النافية لوجود أي شيء يمت بصلة إلى الذهب، والروايات المدعومة بقطع الذهب التي تحتاج دليلا ميداني يساير وقت استخراجها من المكان.
وعلى الرغم من ذلك كله فإن أعداد القادمين في ازدياد ويطالبون بمنحهم الفرصة للوقوف على الحقيقة. المنطقة هي لا يعاد فيها شيء، المواطنين فاصلين فيه بين المواطنين الموريتانيين وعندهم هذا استثمروا في هذا المجال ويلا يخلى بينهم يردوا تكاليفهم، ما في شيء تخلي الدول المواطنين بينهم يخرصوا نقعد ما في شيء محقنهم دور يمشوا به اللي هما فاتوا شراوا جيزتهم وكلهم وقفوتهم وجاهز هو الحال. ايوا قد ينقب في بلاصه قد باقي ينقب شهر مرجع باقي ينقب شهر تازياس. ايوا هذه لا موريتانيا ولا يلا المواطن الموريتاني البسيط لان حرم من هذا المعدن الثمين اللي موجود في ارض مالي. واجهة هضبة تويمقدست تغير مشهدها بسبب الحفر الذي صاحب عمليات التنقيب التي جرت في الأيام السابقة قبل إرسال فرقة الدرك. رغم اختلاف الروايات حول حقيقة وجود الذهب في هذه الهضبة فإن المنقبين عن الذهب يتحملون مشاق عديدة من ضمنها الحفر في الحجارة ومواجهة مناخ قاس كالذي نواجهه الآن. أحمد نسيد أحمد من ضواحي مدينة مقطع الأحجار، الساحل تي في. شكرا لك أحمدنا من مقطع الأحجار. ومن مقطع الأحجار إلى أقصى جنوب غرب موريتانيا وبالتحديد إلى مقاطعة كرمسين بولاية ترارزا، حيث تعد محمية جاولينغ مقصدا لأسراب الطيور المهاجرة عبر العالم والخنازير البرية التي وجدت في هذه المحمية المأمن والمكان المناسب للعيش. كاميرا الساحل زارت هذه المحمية وعادت بالتقرير التالي. على طريق كرمسين جاغو تستوقفك هذه المشاهد الخلابة، إنها محمية جاولينغ التي تغطي 50,000 هكتار من البرية في أقصى جنوب غرب موريتانيا على الحدود السنغالية. الخضرة دائمة هنا في هذه المنطقة المحاذية لنهر السنغال الذي يمد هذه الحشائش والمستقعات بمصدر مياه لا ينضب طوال فصول السنة. إنها جنة طبيعية بالنسبة ل5,000 رأس من الخنازير البرية المستوطنة في المنطقة. يتنقل هذا الحيوان في مجموعات ويتأقلم جيدا في بيئة المستنقعات، فهو مزود بجلد سميك يقيه لسعات البعوض والحشرات ويمكنه الاحتماء خلف رأس قوي عند اقتراب الخطر. تكثرت أعداد هذا الحيوان في السنوات الأخيرة منذ إنشاء محمية جاولينغ في العام 1991 على غرار كثير من الحيوانات هنا، بما في ذلك أزيد من 200 صنف من الطيور المهاجرة من مختلف قارات العالم وجدت في هذه المنطقة مكانا مناسبا لأخذ استراحة محارب قد لا تطول. وفيما نقترب من إنجاغو تبدأ البرية التي توفرها شواطئ المحيط الأطلسي أكثر جفافا وأصلح للتقري، حيث ندخل في سلسلة من التجمعات القروية التابعة لمركز إنجاغو الإداري. 20,000 من الساكنة الموريتانية يتوزعون على 28 قرية حدودية. هنا نهاية الطريق وملتقى البحرين كما يصفه السكان. فالمنطقة يحفها النهر من جهة ولها هذه الإطلالة الجميلة على شواطئ المحيط الأطلسي، إنها البوابة الجنوبية الغربية للسواحل الموريتانية. شكرا للزميل محمد لمين من إنجاغو. ونعود إلى نواكشوط حيث نظمت مدرسة كومبلي الحرة بمقاطعة عرفات يوما ثقافيا تربويا بمناسبة انتهاء العام الدراسي. وقد كربت المدرسة بعض التلاميذ المتميزين بتقديم جوائز قيمة وسط حضور آباء التلاميذ وبعض الأساتذة والمدراء. ويهدف هذا اليوم التربوي إلى تشجيع التلاميذ وآبائهم على تحسين أداء التلاميذ في المدرسة وعلاقة الأساتذة برابطة آباء التلاميذ بغية تحقيق أهداف المنظومة التربوية. الآن مشاهدينا الكرام نتحول لنتابع الموجز الاقتصادي. الموجز الاقتصادي من الساحل تي في في نواكشوط، السلام عليكم. انطلقت في نواكشوط ورشة إقليمية حول تعزيز قدرات دول الساحل في مجال إعداد وتحليل ميزانية الأغذية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو والتعاون الإيطالي من أجل التنمية. كما يهدف المشروع الذي انطلق في دول الساحل العام الماضي إلى مساعدة الدول الأعضاء في تحليل ميزانياتها في مجال الغذاء من خلال تقديم معطيات حول الإنتاج الزراعي والتجارة الخارجية والمخزون الغذائي.
وأكد المشاركون أن منظمة الفاو تتكفل مع هذه المجموعات المذكورة بتقييم هذه المعطيات والبنى التحتية التقنية للمصادر البشرية على مستوى المعارف وحاجيات المستخدمين. وشارك في هذه الورشة إضافة إلى موريتانيا كل من بوركينا فاسو والنيجر وتشاد ومالي. تراجعت أسعار النفط إلى نحو 49 دولارا للبرميل في الوقت الذي رفع فيه العراق الحجم المستهدف لصادراته من الخام قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، حيث بلغ سعر التعاقدات الأجلة لخام برنت 48.97 دولارا للبرميل بانخفاض 35 سنتا، ووصل سعر خام الوسيط الأمريكي في العقود الأجلة إلى 49.13 دولار للبرميل بانخفاض 20 سنتا، وتعرضت السلع الأولية المقومة بالدولار لضغوط أيضا من ارتفاع العملة الأمريكية بفعل التوقعات بزيادة أسعار الفائدة قريبة. ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.18% ليصل سعر الأوقية 1229.23 دولارا أمريكيا، كما وصل الحديد انخفاضه بنسبة 0.35% ليصل سعر الطن 54.94 دولارا، كما تراجع سعر القمح بنسبة 0.60% ليصل سعر الطن 166.50، بدوره ارتفع سعر السكر بنسبة 8.68% ليصل سعر 500 جرام 0.18 دولارا أمريكيا. إلى أسعار العملات مقابل الأوقية. ختام الموجز الاقتصادي، أشكركم وإلى اللقاء. شكرا لك زميل سيدي محمد. قضت المحكمة الإفريقية الخاصة التي تتخذ من السنغال مقرا لها، قضت بإدارة رئيس تشاد السابق حسين حبري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حكمت عليه بالسجن المؤبد. وقال رئيس المحكمة القاضي البوركينابي كوستاف كام إن المحكمة الخاصة حكمت على حبري بعقوبة السجن المؤبد، مؤكدا أن أمامه 15 يوما للطعن في هذا القرار. وتولى حسين حبري رئاسة تشاد لثمانية أعوام كانت بدايتها في العام 1982 قبل أن يطاح به في العام 1990. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل لنتابع الموجز الرياضي ضمن هذه النشرة. فقرة الرياضة من قناة ساحل، أهلا بكم. من المنتظر أن يصل المنتخب الوطني إلى نواكشوط هذا المساء قادما من مدينة برشلونة الإسبانية، حيث خاض معسكرا إعداديا بمشاركة 24 لاعبا، وخاضت كتيبة المدرب كورانتي مارتيز حصة تدريبية يومية في المدينة الرياضية لنادي إسبانيول برشلونة. وخلال المعسكر خاض المنتخب مباراة ودية أمام نظيره الغابوني، فازت بها العناصر الوطنية بهدفين نظيفين حمل توقيع إسماعيل جاكتشي وبوبكار بيقلي. في مباراته الإعدادية أمام غامبيا استدعى المدرب تشكيلته التي لعب فيها لقاء غامبيا باستثناء دخول اللاعب حمزة والجوار أساسيا، فيما غاب عن تشكيل اللاعب جالو غويجلي. وانتهت المباراة بفوز العناصر الوطنية بهدفين دون مقابل، حمل توقيع كل من إسماعيل جاكتشي وبيقلي والسالم. متابع في ميل القائمة المستدعاة لمعسكر المنتخب الوطني ببرشلونة. Thank you.
من جانبه المنتخب الكاميروني الذي يستضيفه المرابطون مساء الجمعة بالملعب الأولمبي خاض مباراة ودية أمام منتخب فرنسا وذلك في مدينة نالتا الفرنسية التي تحتضن منذ أسبوع معسكرا تدريبيا للمنتخب الكاميروني. ويحتل الكاميرون صدارة المجموعة الثالثة عشر برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام المرابطين. وتكتسي المباراة أهمية كبيرة إذ أن الفائز بها سيحتل صدارة المجموعة ويضع قدما في كأس أمم إفريقيا القادمة. نتابع فيما يلي قائمة المنتخب الكاميروني المستدعى لمعسكر فرنسا. نهاية فقرة الرياضة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. شكرا زميلة وردة متباه. وبأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام تتكامل أخبار الساحل، نعود ونذكر بالعناوين. مسعود البنخير يقول إنهم ماضون في المشاركة في الحوار السياسي المرتقب مؤكدا أنه سيجري اتصالات بهذا الخصوص. قيادات الأركان في عدد من دول الساحل وأوروبا يبحثون في الواكشوط سبل التصدي لظاهرة الإرهاب. المناقبون عن الذهب تقودهم برحلة البحث عن المعدن النفيس إلى هضبة تويميقدست بولاية البراكنة. مشاهدينا النشرة انتهت، طبعا المزيد من الأخبار تجدونه على صفحة موقعنا على شبكة الإنترنت www.sahel.tv. شكرا لكم على كرم المتابعة، ولكم تحية من الفريق المداوم هذا اليوم، تحيانا جميعا والسلام عليكم.